لكل قصة بداية ونهاية، إلا قصتنا مع هذا الكورونا، فلا بداية محددة ولا نهاية نعرفها لهذا الفيروس، ولا تزال القصص تكتب والأبحاث تجرى لمعرفة أصله من فصله. التشويق مستمر في أحداث جديدة تحير أكثر مما تجيب، أحدثها ما خلص إليه فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا، نشر دراسة في دورية ساينس تشير إلى أن الفيروس كان ينتشر على الأرجح في ووهان قبل أن يتم اكتشافه بشهرين أو أكثر، أي في منتصف أكتوبر، بينما سجلت أولى حالات دخول المستشفى في ووهان لحالة مؤكدة من كوفيد-19 في منتصف ديسمبر 2019. فماذا حدث بين هذين الشهرين ليوصل العالم إلى ما هو عليه الآن من إغلاق وغموض وتخبط؟ الدراسة الأمريكية الجديدة اعتمدت على الساعة الجزيئية للتعرف على وقت حدوث أول حالة للفيروس. هذه الساعة تعتمد على طريقة حسابية لجينوم الكائنات الحية، أي المادة الوراثية للحمض النووي. ماذا يعني ذلك وما أهمية تلك التفاصيل المعقدة؟ الساعة الجزيئية تعتمد على فرضية أن الطفرات في جينوم تحدث بنمط منتظم وتتابع على الفترات الطويلة من الزمن، وبناء عليه قدر الباحثون أن متوسط عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الصين كان أقل من شخص واحد حتى 4 نوفمبر 2019، وبعد 13 يوماً كان 4 أفراد و9 فقط في بداية ديسمبر 2019، إلى أن وصلنا إلى أول حالة مؤكدة بمنتصف ديسمبر 2019. وهذا يفسر سبب وضع الأمور تحت السيطرة في ووهان بحلول أبريل 2020، فيما كان الفيروس وباءً في أكثر من 100 دولة وقتها، والسبب الساعة الجزيئية لجينوم. لكن القصة لم تنتهي هنا، وفيروس كورونا ربما لم ينشأ في ووهان أصلاً، وربما كان فريق الصحة العالمية يبحث في المكان الخطأ عن مصدر الفيروس، فلا سوق المأكولات البحرية ولا مختبر ووهان هما أصل الجائحة. فلنذهب إلى ميلانو الإيطالية، فالأبحاث كثيرة هناك وتنسف كل الافتراضات والاحتمالات، إذ أظهرت دراسة في جامعة ميلانو أن الفيروس الغامض ظهر في مسحة لطفل في 4 عانى سعالاً وأعراض برد أخرى لأول مرة في نوفمبر 2019، أي قبل أسابيع من اكتشافه في الصين. بحث آخر أجراه المعهد الوطني للسرطان في مدينة ميلانو الإيطالية أشار إلى أن الفيروس ربما كان موجوداً بالفعل في ميلانو في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من اكتشاف أول حالة إيجابية، وقبل 3 أشهر من الإبلاغ عن التفشي الأول في ووهان. والقصة لم تنتهي هنا، فاللغز ازداد تعقيداً عندما أعلن في فرنسا عن حالة التهاب رئوي لرجل 40 قرب باريس، تبين أنه مصاب بالفعل بفيروس كورونا، وكان ذلك في 27 ديسمبر 2019، والمعضلة أن الرجل لم يسافر ولم يعرف من أين أصيب بالعدوى، لكن قد يكون هذا اللغز مفتاحاً لفهم كيف انتشر هذا الفيروس الغامض.